ليه بتحصل احيانا ما يسمى بالجرعه الزائده نسبيا، اللي انا قلت هي الحالات اللي انا قلتها اللي هي نسبيا، يعني هي مش زائده لاي مريض عادي ولكن هي نسبيا للمريض ده زائده، لانه للاسف الشديد بعض الاطباء ما بيكونوش واخدين بالهم، يعني مش مصحصحين قوي للنقطه ديت وبيتعامل معاها على انه عادي، فبتحصل، او انها بتتكتب على الورق للهروب من موقف، واحد اخطأ في حاجه تانية فبيكتبها كده، او الصحافه بتكتبها كده بدون التحقق من صحتها.